لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليك تحت التراب وحدانا اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة اللهم ارزقنا بكل سورة من القرآن سلاما اللهم ارزقنا بكل جزء من القرآن جزاء اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا ونور صدورنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم اجعل القرآن دليلا لنا وشفيعا لنا ونورا لنا وحجة لنا ولا حجة علينا ولا حجة علينا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نرجوك ألا تدع لنا في مقامنا هذا عند ختم القرآن يا رب العالمين لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا همّا إلا فرجت ولا كربا إلا نفست ولا دينا إلا أديت ولا سؤالا إلا أعطيت ولا دعاء إلا أجبت ولا تائبا إلا قبلت ولا عسيرا إلا يسرت ولا مبتلا إلا عافيت ولا ضالا إلا هديت ولا مريض إلا شفيته وعافيت ولا ميتا إلا رحمت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها يا رب العالمين Allah subhanahu wa ta'ala accept this gathering. Allah subhanahu wa ta'ala descend your tranquility, your peace, your serenity, your rahmah, your mercy, your blessing on this gathering. Allah subhanahu wa ta'ala accept the hifz from Hafiz Rayhan, ya Rabbal Alameen. Allah subhanahu wa ta'ala preserve the Quran in his heart till his last breath. Allah subhanahu wa ta'ala accept the family, brother Shahid and all his family members. Allah subhanahu wa ta'ala accept it on behalf of them. Allah subhanahu wa ta'ala, every one of us who have raised our hands, Allah subhanahu wa ta'ala give us success in both the worlds. Allah subhanahu wa ta'ala give us life upon iman, give us death upon iman, and raise us with our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam on the day of judgment. Allah subhanahu wa ta'ala make us obedient to you. Allah subhanahu wa ta'ala make us punctual in our five time prayers. Allah subhanahu wa ta'ala make us the lover of the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala accept our du'as. Allah accept Al-Hidaayah for the khidmat of deen. Allah subhanahu wa ta'ala, all the teachers who have made Hafiz Rayhan, Hafiz Allah subhanahu wa ta'ala, accept the hifz, accept the effort from them. Allah subhanahu wa ta'ala, all the children who have become Hafiz the Quran, preserve the Quran in their hearts. Every one of us, Allah, make us connect ourselves with the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala, let us read and recite the Holy Quran in abundance. Allah subhanahu wa ta'ala, accept our du'as. Allahumma ja'al hadha al-ishtima'a ishtima'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'asuma, wa la taj'al fina, wa la minna, wa la ma'ana shakirin. ولا محروما اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا
اللهم اغفر لوالدينا، اللهم من أبقيته منهم حيا فأطل عمره بصحة وعافية على طاعتك، ومن توفيته منهم فاجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي الغاصبين، اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين مرة بعد مرة وكروة بعد كروة يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في بنجلاديش، اللهم انصر المسلمين في باكستان، اللهم انصر المسلمين في الهند، اللهم انصر المسلمين في أفغان وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين، واجعل اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم أرنا وجهك الكريم، فإن هذا النعيم ليس بعده نعيم. اللهم ارزقنا مرافقة النبي في الجنة، اللهم ارزقنا مرافقة النبي في الجنة، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبورنا حفرة من حفر النار. اللهم بيد وجوهنا، اللهم بيد وجوهنا يوم تبيض وجوه أوليائك، ولا تسود وجوهنا يوم تسود وجوه أعدائك. اللهم آتِق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا ولمن له حق علينا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منه الأموات، إنك مجيب الدعوات. اللهم اجعل آخر كلامنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله غير غضبان، وأنت عنا راضي يا رب العالمين. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، اللهم صل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.